عايزين نعرف ايه حضرتك بتعمل ايه، او ايه حضرتك يعني حضرت النهارده ايه بكمل؟ والله الاول اقول انا مدحت الحداد، او اللي هو مدحت الحداد تمام، منسق ورئيس جبهة العسكريين المتقاعدين ومؤسس حزب حماة مصر اللي هو أشهر من شهر، وده هيبقى له قوة كبيرة جدا على أرض الواقع، لأنه ده من المتقاعدين وأسراهم والفنانين والسياسيين والثقافيين، هيبقى دور فعال، هيبقى فعال فعال. الجبهة اللي بيتعمل النهاردة ده، الحملة اللي بتتعمل كمل جميلك، الفريق السيسي مش عاوز يمسك صحيح، انما هيمسك مش بمزاجه، ده باراده شعبيه. ليه؟ انت حسيت بجوز امك بالاهانات اللي تمت، فما صدقت انك تخلص منه او حد يخلص منه. احنا في خلال سنه اهدر كرامتنا دوليا وعالميا ومصريا على ارض الواقع، انتهينا كلنا، فما صدقنا ان في حمله واحد يقول بس ايه تمرد. الناس كلها كانت بتلم، وزي ما قلت دلوقتي في الاذاعات، انا بنتي عندها سنتين بتقول سيسي سيسي، لانها كانت كل ما تسمع ضرب يقولوا الاخوان، يسمع مش عارف ايه الاخوان. كان معايا ابني وكان موجود المتقاعدين دول كلهم في الميدان، اول ما حصل ضرب من الخرطوش الولد وقف يقول الاخوان. يعني احنا وصلنا ان احنا بنموت في بعض. صحيح. احنا توقعنا ان ما يحصلش هذا الهرج والمرج، ان احنا نقتل في بعض. وزي ما قلت من شويه، كنا في رمضان ما عادش عارفين ندي زكاه لحد، لانهم لموا كل العاطلين والعيانين والناس المصابين، الناس اللي كانت في الشوارع لموه. لما كانوا اكلوا الشعب، وبدل المليارات اللي بيدفعوها دي كان يقدر يعمل حاجه للبلد، كنا قلنا الاخوان هم كويسين، انما للاسف قدرها. نرجع للفريق السيسي، هو رجل وطني حتى النخاع، رجل قائد، والقائد هنا العسكري الناس فاهمه غلط، العسكري اداري يدير، وفني يقدر يسيطر على اي شيء، وسياسي لان هم بياخدوا في كليه القاده والاركان وناصر والكلام ده كله، اعظم ناس سياسيين بيجوا علوم سياسيه، وهم فاهمين سياسه عكس ما بنقول. كلمه يسقط يسقط حكم العسكر اللي قالها ناس من الاخوان، واحنا عارفين مين بالظبط وقلناها، ده كان عشان يهجروا هذا الكلام. الناس اللي ضربت هيبان بعد كده مين اللي قتل ومين اللي ضرب ومين اللي عمل الكلام ده كله، معروف للناس، وكانت مش قادره تتكلم لان في هنا دعم. زي ما كنا بنقول اعمل مليونيه، كانت المليونيه دي بتيجي على حسابها فبتبقى قليله، اعمل مليونيه ماديه تلاقي الاتوبيسات كلها بتاع الاخوان مليانه، المحافظات مليانه، بيجوا لحد المغرب، لو قلت في طلقه كله بيمشي، لو قلت اتوبيس ولع كله بيمشي. هم جايين عشان يثبتوا وجودهم، زي ما بيثبتوا وجودهم في الدول الاوروبيه دلوقتي برضه بدعم مادي عشان يبوظوا. وربا كان قدام الكلام عمل حسن الكلام. احنا الشعب بتاعنا مسالم ومؤامن، ونفسنا نعيش في جو هادي. اللي وصلنا له او وصلونا، انا بضرب في اخويا وابن خالتي وابن عمي، لان ده سلفي وده اخواني، ليه وصلتنا لكده يا مرسي؟ ليه وبعد كده كل الاحداث ده البان؟ السيسي موقعه وهدفه حمايه هذا الوطن كرجل وطني عسكري، والقاده اللي معاه عشان ما ننكرش، لان السيسي ده تحته قاده ومستشارين طبعا مجلس عسكري كامل. يكفي ان العسكري النهارده اللي هو اخوه قاعد على الدبابه او قاعد في اي مكان. صحيح. منتظر مين اللي هيموته، ومش هيموت من عدو، لان احنا لما دخلنا في 73 انا كنا عارفين عدو العدو بتاعه، فكنا داخلين عشان نخلص عليه، وفعلا خلصنا عليه بالرغم ان قالوا لنا 85% هيموت في قناه السويس عشان النبض، و15 هيموتوا على حول. هل حضرتك شاركت في الحرب؟ اه طبعا. ودي حضرتك عايزك تقول لنا الموقعه بتاعتي، ان انا منحت اليهود عند كل اسماعيليه، دي لوحدها كفايه. وعبد المباشر حضرتك كنت ماسك ايه ساعتها؟ كنت ماسك بسيط، وانا عبد المباشر المحرر العسكري ما زال في الاهرام، في الاهرام جبته وفرجته واتفرج، وكتب الرجال الاربعه الذين منعوا الدبابات عند كل اسماعيليه بخالد الشاب المقاتل مدحت الحداد. انا لما بقول دخلت داخل عشان اموت. احنا عايزين ريبورتاج لوحده يا فندم عن حرب اكتوبر. أنا هاخد رقم تليفون. أنا عشان أخش الحرب وأقول لهم إحنا هنحارب مين؟ يقول لك اللي على الضفة الثانية دول يهود. طب هنخش إزاي؟ يقول لك هتموت هنا، واللي هيطلع هيموت هنا. وبرغم من كده صيحة الله أكبر لوحدها هزت الدنيا كلها، هزت الكيان، نزلت هي الله أكبر. والله أكبر هي اللي اتقالت في 30 يونيو وفي 25 يناير. وأنا بقول بطمن الناس كلها، الفريق السيسي إذا ما جاش لابد واحد يبقى من صفاته يعشق التراب المصري، ولن يعشق التراب المصري الا الجندي المصري، سيان جندي جه وادى خدمته، سيان ضابط وادى خدمته، لان ما بيخدمش غير ثلاثه، الجيش طلع ثلاثه، واحد معروف ان هو ما ينفعش خالص لاهداف طبعا شيء معروف،
او واحد بيصرف على امه واهله، او واحد بيكمل دراسته وبيكمل تاني. يعني كل شعب مصر دخل الجيش في الكفور والنجوع. عشان كده بقول احنا كلنا وطنيين، مش الجيش هو عبد الفتاح السيسي، الجيش هو اولاد عبد الفتاح السيسي، هم اخوات عبد الفتاح السيسي، هم اولادنا، هم اخواتنا. ولن نصل ولن نثبت، وزي ما بقول من 25 ل 30 واحنا موجودين في الشوارع بنأمن العمارات كمتقاعدين عسكريين، وكنا بنوقفين عشان ما يحصلش اللي حصل في موقعة الجمل، الناس تطلع وتضرب من فوق، وأمننا العمارات اللي في الاتحادية، وأمننا العمارات اللي في كوبري القبة عشان ما فيش واحد يطلع، واللي كنا بنشوفه بنسلمه. وما زلنا بنقول نستطيع اننا نحط ايدينا في ايد الداخليه كمتقاعدين عسكريين، 5 مليون نائب و3 مليون في كل كفر وفي كل نجع، عشان ننهي هذا الموضوع. ولابد ان يبقى في قرار حازم وحاسم للي بيحصل في الشوارع دلوقتي. في مليونيه امريكا يا اخي، وشفنا اتفرجنا في تركيا وشفنا في اليونان، اللي بينزل في الشارع بيموتوه، صحيح بيضربوه. احنا عندنا لو كلمت حد يوم اتفرج، طب انتوا بتتعيبوا على ايه؟ احنا مش عارفين نقول لهم امشوا على الشوارع، سايبينهم يتكلموا، سايبينهم يضربوا الناس اللي ماشيين، سيبناهم في رابعه يطلعوا بيوتنا ويخشوا جوه ويضربونا ويهدرونا، واحنا مش عارفين نكلمهم. افتح سيسي خايف؟ مش خايف، احنا هنجبره سيان وافق او موافقش، واذا ما كانش والله من يصلح. بس اعتقد لانه لما قال يا اخوانا انزلوا، نزلوا 40 مليون، لو هو فكر يقول لا هينزل 90% من الاطفال والرجال لشعب مصر لحمايه هذا الوطن بوجود عبد الفتاح السيسي والقاده الموجودين معاه، عشان لا ننكر حقوقهم. ويبان بعد كده الناس دي عملت ان شاء الله باذن الله. سؤالك بحس حضرتك الفني الامن دلوقتي في فعاليات هيعملوها يوم 6 اكتوبر في ميدان التحرير وشارع الاتحاديه، حمله لكمل جميلك، احتفاليه 6 اكتوبر. الجيش، هل انت شايف ان حضرتك يعني أولاً الوقت مناسب الجيش؟ الجيش لن يمنع حد لانه مش عارف انت اخواني ولا صحيح. صحيح، اذا جت كتله كبيره عشان تخش الجيش مش هيقدر يضرب. زي ما بيقول النهارده في حظر، عمال يتحايل على الناس في حظر، لازم يبقى في قرار حاسم. حظر يبقى حظر، قوة يعني قوة بالظبط، مؤسسة عسكرية كبيرة موجودة زي ما بتضرب دلوقتي، يبقى أنا عامل حسابي اللي بيقرب منها يموت، بس بيخاف يموت حد يطلع. زي ما في واحدة كانت تضرب، هم اللي خلوه تضرب، خلوا البتاعة تضرب، وهم اللي خلوه موقعد الجامعة، كل ده هيبان، لأن أنا في الميدان من 25 ويعلم الجميع من حمدي المصطفى بكر وكان جبال الناس اللي حفظ. وبرضه ما ننكرش تاني لان الراجل ده لا يسكن لحد النهارده، توفيق عكاشة عمل مجهود كبير جدا 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 عشان يكمل هذا الموضوع، ومرتضى منصور عمل جزء كبير برضه عشان يبين الناس دي ما خدتش حقها، واذا ما كانوش خدوا حقهم ربنا هيديهم حقهم، وربنا يوفقك يا سيد الفريق وتقدر تحمي مصر.